انتشر عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صورة للموزع الموسيقي حسام حبيب خلال قضائه إجازته الصيفية على شاطئ جالمبو في الساحل الشمالي، وظهر الموزع الموسيقي في الصورة إلى جانب مجموعة من صديقاته وهن 8 فتيات بالإضافة لصديق، وهو ما أثار الكثير من التعليقات الطريفة التي تمحورت حول انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وتجاوزه إياها. وبالرغم من أن الصورة لا تحمل أي دلالات ولا تشير إلى وجود أي علاقة تجمع حسام حبيب مع أي من الفتيات، إلا أن الجمهور استغل الصورة للتعليق على الأمر ما بين الطرافة والانتقاد. يشار إلى أن حسام حبيب كان قد التقى في الإجازة عدد من المشاهير من بينهم الفنان تامر حسني الذي التقط صورة تجمعهما، كما التقى الشاعر محمود الخيامي وتامر يحيى ومنتصر النبراوي. ويعمل الموزع الموسيقي المصري حاليا على تسجيل عدد من الأغاني الجديدة داخل استوديو الموزع أحمد ضياء على أن يطلق الألبوم الجديد في موسم شتاء 2022 بحسب الأخبار المتداولة. ويشار إلى أن حبيب واجه مؤخرا أزمة كبيرة بعد اتهام زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب له بتعنيفها والاعتداء عليها نفسيا وجسديا ومحاولة سرقتها واستغلالها. من جانبه نفى حبيب جميع هذه التفاصيل مهددا باللجوء إلى القضاء من أجل رفع دعوى تشهير ضد زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.